في مدينة تولامبا الباكستانية الصغيرة، يغطي صوت وقع حوافر الأحصنة قرع الطبول وأنغام آلة شهناي التقليدية، فيما يسعى فرسان إلى تحطيم الرقم القياسي في رياضة نيزابازي للمهارات الفروسية التي تكاد تندثر. ويرتدي هؤلاء الفرسان ملابس براقة ويمتطون جوادهم وينطلقون مسلحين بحراب لثقب أهداف خشبية مزروعة في الأرض الجدباء والتقاطها. ولا تدرج موسوعة جينيس للأرقام القياسية رياضة التقاط الأوتاد ضمن إنجازاتها على ما يقول أحد المنظمين، إلا أنه يوضح للحضور أن رقماً قياسياً سجل، فقد وصل 120 جواداً إلى خط النهاية في غضون 166 ثانية، وقد اقتلع 90 هدفاً من المرة الأولى. ولا يزال المنظمون ينتظرون تأكيداً من موسوعة جينيس، ويأمل المنظمون أن يساعد ذلك في جذب الاهتمام الدولي بهذه الرياضة،